مساكم الله بالخير. هذه أداة التدي للتنقيع، تستخدم في الكولد برو سواء للشاهي أو للقهوة، برضو ممكن تنقع فيها بشكل حار أو بارد، يعني ما في مشكلة. المادة الموجودة هنا، هذا طبعا شكلها، المادة الموجودة هنا عادي تتحمل الحرارة، طبعا معها سدادة زي ما انتم شايفين، هذه تستخدمها يعني أثناء التنقيع، ومعها الفلاتر اللي تشوفونها هذه، هذا الفلتر ينحط داخل هنا، وهذا الفلتر اللي بتحط فيه قهوتك او شاهي او ايا كان، الفلتر بيكون هنا. حنا ان شاء الله بنسوي قهوتنا، نسوي 200 جرام بريشيو 8، يعني ريشيو 8 يعني بيقابل ال 200 جرام بن هذه 1600 ملي مويه او 1600 جرام مويه. طريقه جدا سهله، الوصفه بكتب لكم اياها. طبعا نطحن طحنه خشنه شوي، طحنه كيمكس. هذا فلترنا، نحط الفلتر يكون شكله كذا. طبعا حاط تحت هنا السدادة، عفوا الفلتر القطني، نحط الفلتر هذا الورقي. ليش فلترين؟ لأن هذا الفلتر ما راح يمسك الطبقة الطينية، فالفلتر القطني يمسكها بشكل أفضل. طبعا ودي أن الطحنة كانت أخشن من كذا شوي، ولكن هذا شكل الطحنة، المفروض انها اخشن من كذا شوي، يعني انا خلاص قد طحنت فما في مشكلة. اللي بتسويه في الحالة انك تقلل وقت الاستخلاص، اذا كان مثلا وصفتك على 18 ساعة تخليها 16 ساعة او 15 ساعة، كل ما كانت اخشن كل ما قدرت تروح لتخمير اطول. نسيت اقول لكم، ترى هذا يجي معها، هذا ممتاز تستفيد منه الآن وبعدين، يعني الآن تستفيد منه في أنك ممكن تعبي مويه ويساعدك في أنك تصب المويه، وبعدين في أنك تنزل هذا عليه كذا. طيب الآن احنا قلنا بنضيف 1600 ملي مويه، طبعا نستخدم على ميزان، حاطين البن هنا 200 جرام بن، هذا هو. في البداية طبعا تسوي ترطيب بنص لتر، لازم تكون دقيق وتحرك، لازم تحرك البن عشان يترطب، تضمن انه ترطب بشكل صحيح. المهم تقلبه كذا وترطبه، طيب نكمل صب الين 1600، خلاص زي ما قلنا عندك هامش خطأ لا بأس فيه. طيب المطلوب الآن هذا تقفله، الطريقة هذه تقفله، وبعدين تغطيه، هذا الغطاء بعد يجي معه. طبعا الموية اللي استخدمناها هذه الموية فاترة درجة حرارة الغرفة، في وصفات تكون مثلا ب60 ترطيب ب60 بعدين الباقي مويه فاتره، في وصفات كثير، لكن الوصفه اللي اليوم بنستخدمها مويه فاتره عادي تكون يعني بدرجه حراره الغرفه، تغطيه وتحفظها لمده في وصفتنا هذه تقريبا 16 ساعه. الله هو ثقيل ابد، هذا هو ان شاء الله نخليه ينقع لمده 16 ساعه، بعد كذا راح نصفيه. طبعا هو فيه الفلتر زي ما قلنا، بس بنشيل السدادة وننزلها على هذا، على العلبة دي، وبعد كذا يحفظ في الثلاجة لمدة تقريبا 5 أيام تستمتع فيه. طبعا راح أحفظه برا الثلاجة الآن لمدة زي ما قلنا ما بين 16 إلى 18 ساعة على حسب وصفتك. إذا كان إذا شفت إنه ثقيل وطلع لك نوتات ما هي بزينة، ممكن تقلل الوقت. إذا شفت إنه والله جالس يتجه للمرارة، خلي الوقت أقل، وهكذا. فأنت تتحكم بوصفتك، لكن لابد
في البداية أنك تسوي وصفة تبني عليها. استخدمت القهوة دي تيكو بيبي توليما. نشوفكم بكرة إن شاء الله.